نحضر مع بعض النهارده أكلة سهلة وسريعة جدا، ولادك هيعشقوها وهيحبوها بمنتهى السهولة وبمنتهى الجمال، وبأي حاجة عندك ببواقي التلاجة ممكن تعمليها. حلوة قوي، الطعم حكاية، بتتكلم عن نفسها، هتعمليها مش هتبطليها، وسهلة جدا مش مكلفة على قد الإيد، وكمان تحضيرها سهل جدا وسريع جدا جدا. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الأكلة بتاعت النهاردة اللي هنحضرها سوا مع بعض عبارة عن إيه وهنعمل إيه وهنعملها إزاي. بس لو اول مره تشوفيني ما تنسينيش كومنت حلو زيك ولايك، وما تشتركش في القناه يا ريت تشترك عشان يوصل كل جديد من فيديوهاتي مع بعض النهارده. اكله سريعه سهله جدا هتعجب الولاد جدا وهتعجبك جدا جدا. جبت هنا برام او صينيه المتاح عندك، اي حاجه موجوده عندك يعني ما توقفيش نفسك. زي ما انتم شايفين كده حطيت معلقه من السمنه كبيره بالشكل ده كده اهو، طبعا مشغله النار هنا اهو كده بالشكل ده. هنزل بقى بايه؟ بلسان عصفور، كلنا عارفين لسان عصفور الكميه اللي انت عايزاها، مكرونه لسان عصفور. هنا انا هعمل نص كيلو، هبدأ بقى ان انا احمر المكرونه في السمنه، عايزه اديها لون مش عايزاها بقى نيه كده، انا عايزه اسوي المكرونه عندي. ببدأ بقى ان انا اقلب فيها لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. زي ما اتفقنا لو ما عندكيش برام ممكن تستخدمي صينيه، تستخدمي حلة، اي حاجة موجودة عندك ما توقفيش نفسك يعني. تبدأ بقى ان انا اقلب كده، بصوت السمنة غلفت معايا المكرونة ازاي، ايدك فيها لحد ما تاخد لون معاكي. زي ما انتوا شايفين كده حمرت بقى المكرونة بتاعتي، بقت بالشكل ده كده، بصوا حمرت واخدت معايا لون ازاي، لون حلو جدا. هعمل ايه بقى في المرحلة دي؟ انا كده موطية النار، عندي ايه بقى انا مجهزاه؟ عندي هنا ده عصير طماطم، سبكت الطماطم حوالي 5 6 طماطمات، مسكتهم سبكتهم، وبعد ما نشفتهم حطيت عليهم كوبايتين من الميه. بعد ما سبكت خالص حطيت كوبايتين من الميه عشان عايزاها تبقى بالشكل ده كده خفيفه. عندك بقى هنا اختيارات، يا اما تحطي لحمه مسلوقه، يا اما تحطي شاورما زي ما انا هحط كده، انا هحط هنا طبق شاورما، يا اما ما تعمليها ساده يعني تنزلي بالطماطم على طول من غير ما تحطي فيها اي حاجه، الحاجه اللي انت حباها يعني. شايفين المنظر؟ انا قلت اطعمها يعني بدل ما تبقى ساده، حطيت فيها ايه شاورما كانت عندي، بواقي شاورما في التلاجة. ممكن تحطي فراخ مفيش مشاكل، المتاح عندك، لو هتحطي لحمه لازم تبقى مسلوقه. تمام، بصوا الطماطم انا عايزاها تبقى كده لان انا مش هضيف اي ميات تاني، انا كده خلاص حطيت الميه بتاعت السوا كلها. يبقى بتسبكي الطماطم الاول وتتقل معاكي خالص، بعد كده تزوديها كوبايتين ميه من الحنفيه وتديها غلوه، وتحطي النوع الحاجه اللي انت عايزاه. مش عايزه اعملي بقى الخطوه دي على طول اللي هنعملها دلوقتي. هناخد كده عصير الطماطم ونحط بقى عليها بالشكل ده بالشاورما او بقى باللحمه بالحاجه الموجوده عندك. طبعا البهارات ملح وفلفل اسود والبهارات بتاعتك يعني. وابدا ان انا اقلب كل ده مع بعض كده اهو بالشكل ده، شايفين بقى المنظر؟ ايه بقى فايده الميه اللي انا حطيتها بعد ما سبكت الطماطم ونشفتها؟ عشان اسوي المكرونه، المكرونه اللي احنا عملناها اللي هي لسان العصفور دي اللي حمرناها هتستوى في ايه؟ لازم نحط لها ميه، وما تكتريش الميه، هنا هياخد النص كيلو كوبايتين ميه اهو. بدل ما احطهم لوحدهم حطيتهم على الطماطم، منهم يفكوا الطماطم ومنهم ما اضيفش اي حاجه تاني كده خلاص. دي كل الحاجات اللي انا محتاجاها. زي ما انتم شايفين كده بقى طفيت النار انا هنا، لان انا لو سبته على النار هيتشرب الميه كلها، انا عايزاه اخش الفرن يطلع كده برام حلو. فهعمل ايه؟ هدخله الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 200، وببدا طول ما هو في الفرن بقلب فيه، برده اروح واجي اقلب فيه تمام، لانه هيتشرب السوائل دي بسرعه جدا. طيب يا نينو انا ما عنديش لحمه، ما عنديش فراخ، احط الطماطم على طول، بس بسبك الطماطم الاول بعد كده بزودها الميه اللي هي بتاعت سوى المكرونه. تمام، ما ينفعش احط الطماطم وما احطش ميه، لازم تبقى سايله زي ما شفنا شكلها كان سايل ازاي معانا. بس كده خلاص البرام طفيت عليه، هدخله بقى الفرن ياخد بقى وش، ياخد من تحت الاول يتشرب خالص كل السوائل دي، انا عايزاه متشرب خالص، واديله وش من فوق ونشوف شكله مثل هيبقى عامل ازاي. طبعا مفيش اسهل ولا اسرع من كده اكله. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي بقى ده شكل البرامات بقى بعد ما استوت، بصوا شربتها ازاي. طبعا كنت بقلب فيها اول باول عشان ما تنشفش. عملت ايه كمان؟ لقيت البرام بقى نفش معايا، رحت مقسمه كمان على برامات صغيره بالشكل ده،
بصوا اللون حلو ازاي، وعايزه اقولك ان الطعم تحفه بجد، جربيه حتى من غير لحوم ولا اي حاجه، بالصلصه بس كده بيدي طعم حلو قوي. بصوا بقى مش معجن ولا حاجه عشان مزودناش الميه كتير اهو، حتى لما كنت بزود في الفرن زودت حوالي بق يعني زودتش كتير. بصوا بقى المنظر، اكله سهله سريعه طعمها تحفه منقذه. إيه حاجه كده جربيها من الاخر. بصوا حتى البرامات التانية برضو عامله ازاي شايفين اهو، وسخنه بقى ايه والطعم تحفه. بصوا بقى المنظر، بصوا مش معجنه خالص ازاي، اهم حاجه ما زوديش الميه. بس كده دي كانت الوصفه بتاعت النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه، والناس اللي مجرباها برضو سيب لنا رايها في الكومنتات عشان غيره يستفيد منها.